بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود في بناء بيت المقدس. صدق سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان زيارة مشاهد أهل البيت وأضرحتهم، أحد تجليات المودة لعترة النبي. وقد سبق في ليال مضت أن بينا واجب الأمة تجاه العترة، كما بينا قبلها دور العترة في حفظ وحدة الأمة وكيانها، وفي حفظ الشريعة والعقيدة. انتهى بنا الحديث إلى واجب الأمة تجاه العترة، وذكرنا فيه أن من الواجب المحبة والمودة والاتباع والاقتداء. أحد أنحاء المودة وهي إظهار الحب يرتبط بزيارة مشاهدهم وأضرحتهم ومقابرهم، وإعمار هذه المشاهد على المستويين: الإعمار بمعنى البناء، والإعمار بمعنى الحضور والتواجد، وأن لا تكون خالية من الإنسان. هذا هو حديثنا بإذن الله في هذه الليلة. ينبغي أن نشير إلى بعض الأمور التي تحدد موضوع الحديث. الأمر الأول
أنه لا كلام بين المسلمين جميعا في استحباب زيارة القبور من قبل الرجال، ويستند أتباع مدرسة الخلفاء إلى روايات منها: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وهذا عندهم خاص بالرجال، لا سيما في المدرسة السلفية التي سنأتي على ذكرها. فإذا نقطة اتفاق بين المسلمين جميعا أنه يستحب ويحسن أن يزور الإنسان المقابر والقبور لما فيها من أثر وعظي وتربوي وأخلاقي. انفردت المدرسة السلفية بين المسلمين جميعا من السنة ومن الشيعة بأمرين: الأمر الأول منع النساء من زيارة القبور والمقابر، واستندوا إلى رواية ناقشها سائر المسلمين أن النبي كما قالوا لعن زوارات القبور، وهذه فيها نقاش طويل من حيث سندها ومن حيث دلالاتها ومن حيث معارضتها بما هو أقوى من الروايات وبما عليه سيرة المسلمات في أدوار مختلفة من تاريخ الإسلام، سيرة المتشرعة من المسلمين والمسلمات تخالف ذلك. بس هذا موجود في هذه المدرسة، المنع من زيارة المقابر على النساء واحد. وانفردت أيضا بالمنع المشدد من بناء الأضرحة والمشاهد والقباب والسقوف على القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو أوصياء أو أولياء صالحين، لا يجوز عندهم ذلك، بل إذا ضم إليه بعض الممارسات كالطواف حول القبر كما يقولون، أو الدعاء والاستغاثة بصاحب القبر هناك، فإن هذا ليس بدعة فقط، بل يرقى إلى حد الشرك بالله عز وجل. هذا فيما يرتبط بالمدرسة السلفية. وبناء على ذلك فإنهم يجدون أن هدم الأبنية والأضرحة والقباب المقامة على القبور أمرا طبيعيا، فإنه يمنع في نظرهم الشرك وهو من إزالة البدع. وعلى هذا الأساس تم تهديم مقابر وأضرحة وقباب في فترات مختلفة من سيطرة أصحاب هذا الرأي. حديثنا سوف يكون في هذا الموضوع، في موضوع أن المسلمين
عموما باستثناء هذه المدرسة ترى مشروعية البناء على القبور وجواز اتخاذ الأضرحة بما في ذلك القباب، بل استحباب ذلك أيضا لما يقيمونه من الأدلة ولما عليه سيرة المسلمين في تاريخ الإسلام. الإمامية في طليعة المسلمين الذين يرون أن اتخاذ المقابر والمشاهد والأضرحة والقباب على قبور الأنبياء وعلى قبور الأوصياء هي من مظاهر مودتهم لأولياء الله وأنبيائه، ومن مظاهر مودتهم لعترة رسول الله وخلفائه، وأن هذا يرقى كما في أحاديث كثيرة ذكرنا أحدها في أول المجلس ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سأله أمير المؤمنين عليه السلام: ما لمن عمر قبورنا؟ فقال له: من عمر قبوركم وتعاهدها أو تعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس. كيف أن بناء بيت المقدس سيشكل نقطة جذب لعباد الله لكي يذكروا الله في ذلك المسجد ويصلون إليه ويقرؤون آياته ويتعبدونه؟ كذلك هذه الأضرحة والمشاهد والمقابر المبنية ستقوم بنفس الدور في جذب الناس باتجاه الإيمان وعبادة الله وذكره وقراءة القرآن، فكأنما نفس الدور الذي مارسه بناء مسجد بيت المقدس كذلك ستمارسه هذه المقابر والأضرحة. وعندهم روايات أكثر من هذا، وأما إجمال المطلب عند عموم المسلمين من غير الفئة المانعة التي ذكرناها فكالتالي: يمكن أن يستدل عامة المسلمين من الأشاعرة مثلا، مدرسة الخلفاء القسم الأعظم فيها الأشاعرة، قسم قليل يعدون على أهل الحديث أو ما يعبر عنهم الآن بالمدرسة السلفية. مدرسة الخلفاء باستثناء هذه المدرسة أي السلفية الخاصة يمكن لها أن تستدل بالأمور التالية على مشروعية البناء على القبور واتخاذ الأضرحة والمشاهد. الأمر الأول ما يستدلون به من القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم عندما تحدث عن قصة أصحاب الكهف وانتهى أنه بعد عدة مئات من السنين التي ناموها في ذلك الكهف وتوفاهم الله، آنئذ حصل خلاف وحوار بين أبناء المجتمع آنئذ، وكان فيهم فئة مؤمنة وفئة غير مؤمنة.
غير المؤمنين قالوا ابنوا عليهم بنيانا، خلنا نسوي هذا معلم حضاري، متحف، نقطة جذب سياحي، قضية غريبة 300 وكذا من السنوات جماعة ناموا ثم استيقظوا ثم انتقلوا إلى رحاب الله، عندما يتسامع بهم الناس من كل مكان سيأتوا إلى هذه البلدة وما يرافق ذلك من نمو اقتصادي وغير ذلك. ابنوا عليهم بنيانا. الفئة المؤمنة التي كانت هي الغالبة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مو نسوي بنيان أي بنيان، وإنما نجعل بنيانا من قماشتهم. كيف أن قصتهم كانت عبادة الله عز وجل؟ كيف أنهم صمدوا في هذه العبادة وهربوا بدينهم وحافظوا عليه؟ إذا نريد نسوي إليهم معلم ينبغي أن يكون نابعا من نفس القصة، وليكن مسجدا، مكان عبادة، دار توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وبالفعل هذا هو الذي حدث، اتخذ عليهم المسجد. زين، لعل الطرف الآخر يقول خب هذه مسألة كانت في قديم الزمان، مجتمع آخر، شلنا شغل بهم؟ قالوا في الجواب أن القرآن الكريم من شأنه إذا ذكر قضية فيها فكرة عقائدية أو فكرة عبادية أو حكم شرعي، إن كان مخالفا للدين الصحيح لا بد أن ينبه عليه. مثلا إذا قال وقالت اليهود عزير ابن الله، ما يسكت، يقول ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله، ما يخليها هالشكل. حتى لا واحد يجي يقول زين هذول اليهود وهم أصحاب رسالة وقالوا الحكاية يمكن يكون صحيح، لا، يعقب عليها بتخطئة هذه الفكرة، أو يستبق الأمر فيصفها بأنها فكرة خاطئة. وهناك موارد كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى، أي قضية خاطئة ينقلها القرآن الكريم لا بد أن ينبه عليها. إذا جماعة من الكفار قالوا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينبه على أن هذه الفكرة غلط غير صحيحة، إما قبل ذلك بآيات أو بعدها بآيات، ما يخليها تمشي هالشكل. لما إجا قال الذين غلبوا على أمرهم وهم من المؤمنين لنتخذن عليهم مسجدا، إذا هذا الشيء غلط داعية إلى الشرك، ذريعة إلى خلاف التوحيد، لازم يتكلم هنا القرآن الكريم، ما يخليها هكذا، إما قبل يقول هذا غلط أو بعد هذا يقول هذا شيء غلط، لكنه أبقى الأمر هكذا. فهذا من القرآن الكريم. إذا كان أناس عاديون لأنهم آمنوا بالله بني عليهم مسجد واتخذ مكانا لذكر الله عز وجل ولتذكر قصتهم في الإيمان وهم أناس عاديون، فما ظنك إذا كان ذلك نبيا من أنبياء الله؟ ما ظنك إذا كان ذلك وليا من أولياء الله، وصيا من أوصياء الله عز وجل؟
هذا من باب أولى، هذا واحد. الأمر الثاني يقولون لو أن ما يذكره أتباع المدرسة الخاصة من أن الطواف مثلاً، هذول المدرسة المخالفة قالوا هذه إذا صار قبر وبناء رح يطوف حوله الناس، والطواف حوله بدعة وشرك، وبعدين رح يدعونه من دون الله وهذا شرك. طيب، أولا واحد يقول من يقول أنهم يدعونه من دون الله؟ لو فرضنا جماعة إجوا ونفس المكان ودعوا الله وحده لا شريك له، تقبلوا هذا؟ هم لا يقبلون بأي صورة من الصور. ثم هل أن الشرك هي ألفاظ وكلمات أو اعتقادات؟ هل هي أفعال خارجية أو أفعال منضم إليها الاعتقادات؟ إذا كانت مجرد أقوال تصير شرك فواويلا. أنا إذن لما يقول مثلا عمار بن ياسر اللات والعزى أفضل وهم الذين يخلقون ويرزقون، لازم خلاص بعد انتهى أمره. لكن يقول لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اعتقاده وين؟ لو أن الممارسة مجرد ممارسة من غير اعتقاد كانت تجعل من يفعلها كافرا لكفر بعض الأنبياء. لما جاء يعقوب وأبناؤه إلى مصر واستقبلهم يوسف خروا له سجدا. اللي قال هذا تأويل رؤياي من قبل، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. زين، إذا أفرض ذولاك سووا عمل معدل، نبي من أنبياء الله يعقوب، يعقوب نبي مرسل، طيب من أعاظم الأنبياء، والد يوسف، إذا كان مجرد الفعل وهو السجود، سجود بعد ما في أعظم منه في التعظيم، ولذلك أحسن العبادة السجود لله عز وجل. كل البدن يصير على الأرض. هنا لو كانوا سجدوا ليوسف حقا معتقدين أنه هو الله أو ابن الله أو شريك الله لحلت عليهم صاعقة العذاب، لكن خروا سجدا لله لكن لجهة يوسف. هم شاكرون لله، حامدون لله بما من الله عليهم، لكن في جهة يوسف ليست عبادة له. فإذا الفعل بنفسه لا يدل على الشرك إلا إذا انضم إليه ماذا؟ الاعتقاد. إبليس والملائكة، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم. يسجدوا لآدم بأي اعتبار؟ باعتبار أنه رب؟ كلا. شريك الرب؟ كلا. ابن الرب؟ كلا. وإنما لأنه عبد من عبيد الله عز وجل. اسجد إليه، هذا أمر الله. وإذا واحد خالف وهو إبليس يطرد من رحمة الله. زين، السجود بذاته خضوع وعبادة، فلماذا لم يعتبر هذا عبادة لآدم؟ ملائكة كلهم سجدوا لآدم، مفروض يقول واحد لا، هذا مو صحيح، هذه عبادة لآدم والعبادة لله وحده. لا، هذه الحركة ليست عبادة، حتى
حتى لو إنسان سجد هكذا ولم يكن ناويا الخضوع لله عز وجل، ليست عبادة هذه، هذا التمرين سويدي يصير. فإذا أمر الشرك والإيمان ليس كلاما وليس فعلا فقط، وإنما الكلام المشتمل على الاعتقاد والفعل المشتمل على الاعتقاد والإيمان. أنا أسجد خاضعا خاشعا ذليلا حقيرا فقيرا لله، أعتقد في ذلك بنفسي، هاي تصير عبادة. فلما واحد يجي يقول هذا إذا طاف يعني أنه أشرك بالله، عبد غير الله، طلب من غير الله، هذا كلام فارغ، هذه قشريات بعض الفئات الإسلامية. أنا لو كنت أطلب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله أعطني، وأنا معتقد في قرارة نفسي أن رسول الله عبد من عبيد الله لا يصنع شيئا إلا بإذن الله وأمره، هذا هو عين التوحيد. حتى لو طلبت من الشخص مباشرة، حتى لو طلبت من النبي والوصي مع اعتقادي أنه لا يفعل شيئا إلا بأمر الله وإذنه، وهذا بيناه في مواضع سابقة من هذه الحلقات. وإلا لو كان مجرد الطواف بقبر ولي أو نبي شركا لكان كل حجاج بيت الله الحرام مشركين والعياذ بالله. ليش؟ لأن كلهم لازم يطوفوا حول قبر إسماعيل وهاجر، كل مسلم حج لابد أن يطوف بقبر، وهو قبر إسماعيل الموجود في داخل الحجر، هذا نصف القوس ما كان من بناء إبراهيم، وإنما بعدما ماتت أمه هاجر إسماعيل سوى حجر لها، حضار حسب التعبير، قوس، مصدة، سمها ما تسع ما تجع، حتى لا يدوس الحجاج على قبر أمه ويصير الطواف برا، طواف حول قبرها. فلما توفي إسماعيل هم دفن إلى جانبها، فكل حاج منذ أن شرع الحج إلى يومك هذا هو يطوف بقبرين على الأقل، قبر إسماعيل وقبر هاجر. وعند بعض أعلام مدرسة الخلفاء كما نقل القرطبي وشعيب أيضا، قال شعيب هناك مدفون، بل نقل قولا عن بعضهم بأنه ما بين الركن والمقام إلى زمزم أكثر من 90 نبيا مدفونا، فكل الناس هنا قاعدين يطوفوا بهذه القبور في أثناء طوافهم. القدر المتيقن عند جميع المسلمين أن هذا مكان حجر إسماعيل هو قبره وقبر أمه هاجر، ولازم كل إنسان يطوف حولها، ما يصير تختصر الطريق وما تطوف حولها، لازم من برا وتطوف حولها. شلون صار أن الحجاج في مركز التوحيد في الأرض الكعبة المشرفة لابد أن يطوفوا بقبور لأنبياء، بل لأولياء لله مثل هاجر، ما كانت نبية، امرأة مؤمنة ووالدة نبي وزوجة نبي، بس لازم يطوف بقبر من هؤلاء القبور. وأما إذا ذهبنا إلى ما ذكره القرطبي من أن هناك مدفن 90 نبي،
فالأمر بعد أوضح، وين صار إذن الطواف بالقبور يدعو إلى الشرك، مع أن تشريع الطواف منذ أن حصل لا بد أن يطاف بقبر هو قبر نبي الله وقبر أمه هاجر. كيف دعوة إلى الشرك في مكان التوحيد؟ هذا أمر غير صحيح وغير معلوم أبدا. هذا بالنسبة إلى الكعبة المشرفة. تعال إلى قبر سيد الأنبياء محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله دفن في منزله. مدرسة الخلفاء تعليلها في ذلك أن كل نبي إنما يدفن في مكان قبضه، ما ينقلوه منا ومناك. هذا هل هو صحيح بالنسبة إلى كل الأنبياء أو لا؟ لسنا في صدد تحقيقه الآن، لكن هذا موجود عندهم، وقالوا لذلك دفن رسول الله في بيته، وقالوا أيضا إنه في حجرة زوجته. نسأل هنا، بيت رسول الله كان فيه جدران وعليه سقف ومكان ومبني لو لا؟ إذا لا هذا غير معهود بيت بعد، وإذا كان كذلك فإما أن يكون صحابة رسول الله بمن فيهم زوجاته خالفوا هذا الأمر، ما يجوز يصير هناك بناء على القبر، ولا فرق بين أن يكون البناء من أول مسوى أو بعدين، ما الفرق في ذلك؟ لنفترض إذا أردنا أن نتهرب من هذا نقول جهز الدواء قبل الفلعة، هذا الوصي أو الولي قبل ما يتوفى بسنة نبني إليه مشهد وقت اللي كذا رحنا دفناه، وهذا أيضا غير مقبول عند هذه المدرسة. وماكو فرق، أنت إذا تقول أنه لا يجوز هذا، لا يجوز إحداثه ولا يجوز إبقاؤه فيه، فكيف سوغ وجوز أن يدفن رسول الله في مكان عليه بناء وفيه سقف وما شابه ذلك؟ مو بس النبي، ساذاك تقول النبي يدفن في مكان قبضه، الخلفاء الذين دفنوا مع رسول الله في نفس البيت، وهذا مو أنبياء، وما قبضوا في نفس هذا المكان، جابوهم هنا نخلوهم وتحت هذا البناء. إيش معنى هذا؟ بمحضر الصحابة وعند هذه المدرسة أن الصحابة قولهم حجة، فعلهم حجة، تقريرهم حجة، ما يصير يقرون على شيء باطل. كيف سكت أصحاب رسول الله قاطبة على مثل هذا الأمر؟ ومو سنة ولا سنتين، يعني من سنة وفاة رسول الله سنة 11 هجرية، وفاة أبي بكر بعدها بسنتين، عمر بعدها بنحو 10 سنوات أو 12 سنة 13 سنة. طيب فكيف يكون هذا؟ ولماذا صار هذا تحت بناء ومكان وسقف وغير ذلك؟ أدهى من ذلك وأكثر، في العهد الأموي الأول المرواني، يعني بعد ما زال يزيد بن معاوية وانتقل الحكم إلى المروانيين، ضم بيت رسول الله إلى داخل المسجد، فصار هذا كله مسجد بما فيه البيت النبوي الذي فيه قبور لعدد من الأشخاص. إيش معنى هذا؟ ما كان محل استنكار لأصحاب رسول الله ولا من قبل أهل البيت النبوي أنه هذا بدعة وهذا يفتح باب الشرك، بل بالنسبة إلى النبي أكثر، إذا كان لنفترض
واحد من الأولياء الناس يغالون فيه، فبالنسبة إلى النبي الأعظم أكثر من هذا، فلازم يصير سد لهذه الذريعة بشكل أكبر. لكننا لم نجد ذلك، ولم نجد أحدا اعترض على هذا الأمر، وكانوا يتبركون بترابه ويضعون رأسهم عليه قبل الحسين عليه السلام، اللي عندنا احنا في رواياتنا عندما خرج سنة 60 للهجرة جاء ووضع رأسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، غير لا قبل أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري، وهذه مذكورة القضية في مصادر الفريقين، جاء ووضع جبهته على قبر رسول الله وأخذ يمسح بتراب القبر عينيه، يمسح بها هكذا. فجاءه مروان بن الحكم وأخذ ينتقده، ليش تسوي هالشكل؟ ما يجوز، بدعة، إلى غير ذلك. أبو أيوب الأنصاري في علمه وين؟ وهذا مروان طريد رسول الله، لعين رسول الله، وين؟ فرفع أبو أيوب الأنصاري رأسه، شاف هذا مروان، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: أبكوا على الدين إذا صار الأمر في غير أهله. النبي وعد بهذا اليوم أن المتحكمين في الأمة رح يصيروا غير أهلها، غير أهل الحكم وغير أولي الأمر، مثلك أنت تجي تعظ وتنصح وتفهم أبا أيوب الأنصاري قضايا التوحيد والعقيدة. على أي حال، فهذا بالنسبة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه، واتخذت عليه القباب، وإلى يومك هذا في طول تاريخ المسلمين لم يكن هناك إنكار على هذا الأمر. فأولا من القرآن الكريم هذا الأمر واضح في سيرة المؤمنين السابقين، وقد أقرها القرآن عندما لم يتعقبها بالنهي عنها. كان بإمكان القرآن الكريم لما قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أن يقول: وقد أساءوا في ذلك ولم يعرفوا طريقة التوحيد الصحيحة، وأن هؤلاء مثلا انتهوا إلى الشرك وما شابه ذلك. والحال أن القرآن الكريم مشى عليها في سياق تحسين العمل، أنه لا تتخذوا بنيان مجرد من الإيمان ما فيه جهة، وإنما اتخذوا عليهم مسجدا، هذا هو المطلوب. كذلك بالنسبة إلى قضية الكعبة المشرفة، فإنه لو كان أمر الطواف بالقبور والوصول إليها فيه هذا المحذور العقائدي، أي مو مسألة فقهية، ده تقول هذا يؤدي إلى الشرك، أي مسألة عقائد، المفروض هنا أن يغير الاتجاه، يابا بدل ما تطوفوا برا طوفوا من داخل حتى تكسروا سالفة الطواف بالقبور. هذا قبور، وناس عاديين، هاجر امرأة عادية ليست نبيا، ابنها نبي، ولكن هي مع ذلك طف حول قبرها وادعو الله هناك، لا تسكت. واحد يقول: لا أنا الآن ما دام ده أطوف بقبر لازم أسكت ما أدعو حتى لا يصير في طوافي خلل، لا، هناك ادعو الله وفي سائر الأماكن. وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وضمه إلى المسجد النبوي الشريف، بل وطواف الناس حوله إلى يومنا هذا، إلى يومنا، ترى هذا أن واحد يمشي هالشكل سيده، هو هذا طواف، ها طواف مو لازم تدور حوله سبع مرات. الطواف بالمعنى اللغوي أن تمر على هذا، زين، مثل ما ورد في القرآن: طوافون عليكم، بالنسبة إلى الخدم،
طوافون عليكم، ويجي يقوم يدور حولك مثلا 7 مرات، لا يعني يمر عليك. هنا أيضا عندما تمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى قبره هذا طواف. نعم الطواف اللي في مكة إلى الشروط أن يكون حول الكعبة كلها، من مكان إلى مكان، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، أن يكون 7 مرات، أن يكون على يسارك، هاي شروط في ذلك الطواف. ولكن أصل معنى الطواف اللغوي هو هذا، أن تمر عليه وأنت الآن تطوف برسول الله صلى الله عليه وآله. إذا فعلا واحد ما يريد يصير طواف لازم يسكر هذا من كل الجهات. على أثر هذا يذهب عامة المسلمين إلى أن إعمار المشاهد والأضرحة والمقابر مو بس مشروع، وإنما هو سيرة المسلمين الثابتة خلال هذه السنوات الطويلة. مو في مكان الآن، أخذ تركيا، إلى ما شاء الله أولياء علماء طيب مؤمنون مقابر وأضرحة، مصر عد وقول، العراق كذلك، إيران كذلك، بخارى كذلك، سمرقند، سائر بلاد المسلمين. مما يكشف عن أنه في ذهنية المسلمين، وهذه مو اليوم تعمرت وإنما على مدى التاريخ الإسلامي، يكشف ذلك عن أن هذه الممارسة وهذه السيرة كانت سيرة مستمرة متصلة بالزمان الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتسلمها الأخلاف عن الأسلاف من غير إنكار ولا مانع. أما بالنسبة للإمامية فعندهم من الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما شاء الله خير وبركة. طيب هل الطرف الآخر ما عنده دليل؟ لا، عندهم بعض الوجوه التي اعتمدوا عليها ولكنها وجوه غير تامة. أول شيء عمدة دليلهم في ذلك ما ورد في صحيح مسلم بسنده إلى أبي الهياج عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: أمرني رسول الله ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيقول لك هذا بعد في صحيح مسلم، وعلي بن أبي طالب ينقل عن رسول الله. أجابهم الطرف الآخر، مو فقط كما قلت مو فقط الإمامية، عامة المسلمين باستثناء هذه الفئة، أجابوهم أولا بأن هذا الحديث فيه إشكال في السند وفيه إشكال في الدلالة. إشكال السند قالوا 4 أشخاص فيه فيهم كلام، واحد يقال له أبو وائل وكان يعد من مبغضي أمير المؤمنين عليه السلام، معروف عنه. شنو هذا اللي من مبغضي أمير المؤمنين ينقل حديثا عن علي بن أبي طالب؟ هاي مفارقة، عد من الخوارج والمبغضين لعلي. الثاني قالوا سفيان، أيضا فيه كلام. الثالث حبيب ابن أبي ثابت، قالوا عنده تدليس، يعني يصنع شنو؟ أسانيد. شلون أنت تصنع بقلاوة وهو هم يصنع شنو؟ أسانيد. وأما أبو الهياج الذي ينقل مباشرة عن علي عليه السلام فهذا عند الإمامية أصلا غير معروف. أصحاب عليين، أتباع عليين، أنصار عليين، عمار، مقداد،
مالك فلان فلان أبو ذر معروفون، واحد أبو الهياج هذا من وين اهتاج حسب التعبير لا يعرف له أصل ولا فصل، وثانيا هذا لا يوجد له أي حديث في كتب الحديث إلا هالحديث بس، هذا عفي عليه وجد في ذلك الزمان حتى يروي حديث عن علي بن أبي طالب وهو ليس معروفا في بيئة الإمام ولا في شيعته ولا في هالطبقة هذه، مثل هالأحاديث يرويها عمار، يرويها أبو ذار، يرويها سلمان، يرويها الحسنان، يرويها ابن عباس خازن علم علي بن أبي طالب إلى وجه. أما واحد لا يروي أي حديث، أي حديث لا يروي في الكتب السنة عند غير الإمامية ولا في غيرها، بس هذا الحديث اليتيم، هذا بالنسبة إلى السند ماله. بالنسبة إلى المتن والدلالة إجوا قالوا ماذا يعني لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته؟ المدرسة هذه الخاصة التي نتحدث عنها التي تجعل هذا بدعة تقول سويته، يعني البناء كله هدمته، قبة ساويتها بالأرض، جدران تحطمها، أعمدة تكسرها، هذه سويته. طيب، وبناء عليه تم مثلا القيام بأعمال هدم قبور البقيع وغيرها، وحتى اتباعها المدرسة حتى في الوقت الحاضر لما في بعض الأماكن صار عندهم قوة فجروا أماكن وهدموا قبور وأضرحة، وكانوا يتمنون أنهم لو تمكنوا ما أبقوا ضريحا مبنيا على الإطلاق. وقضية ضريح الإمام العسكري عليه السلام شاهد على ذلك. هذا بناء على الفهم أنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني كسر حطم دمر الأعمدة اهدم القباب إلى غير ذلك. الطرف الآخر يقول لهم هذا احتمال، هناك احتمال آخر هم يرونه هو الأصح، وهو أن التسوية في الشيء هي عبارة عن إزالة النتوءات والارتفاعات والانخفاضات، تقول هاي أرض متعرجة سويها، يعني شنو؟ خليها على مستوى واحد متساوية الأجزاء، حديدة معوجة سويها وخليها مستوية مستقيمة. كانت بعض القبور في تلك الفترة مسنمة كأسنمة الإبل هكذا، على فرض صدور هذا الحديث وصحته لأنه أكو كلام فيه، يراد تسوية هذه، يعني جعلها مسطحة مستقيمة مستوية مو هالشكل. هذا هو الأقرب، لأنه لو أراد أن يقول ذاك فلازم يقول ولا تدع قبرا مشرفا عليه بناء إلا ساويته بالأرض. التسوية بالأرض يعني هدم وتدمير، أما التسوية المجردة أنت لو تقول إلى أي واحد سوي هذا الشيء يعني اجعله مستويا، فهذا هو المعنى الأظهر. إذا ما هو الأظهر لا أقل هذا محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل، فإذا كان كلا المعنيين محتملين أنت تروح وتهدم هذا التراث الحضاري وتزيل هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله ويعظم فيها أولياء الله على أثر حديث
فيه إشكال سندي وفيه إشكال دلالي، أنت تهدم كل هذا؟ هل هذا من التورع لو من التقوى؟ أكو مدرسة عريضة وهي المدرسة الأكبر في المسلمين، أكثر أتباع مدرسة الخلفاء لا يجيزون هدم هذه المقابر والأضرحة والمشاهد، حتى لو فرض أن فيها بعض الممارسات غير الصحيحة، تعال ارشد الناس أن هذه الممارسة مو صحيحة لأنه تهدم. لو فرضنا في مسجد من المساجد إنسان يصلي خلاف القبلة، تجي تهدم المسجد؟ لو أن شخصا جاء على سبيل المثال وصلى خطأ، لو أنه لا أشرك بالله في هذا المسجد، أشرك بالله، قال أنه أصلي لإلهي الخير والشر، تجي تهدم المسجد؟ لو تجي تنهى هذا الإنسان وترشده، أنت تجي تهدم إليك هالمقابر هالمشاهد هالأضرحة اللي هي صارت مألف للناس، بدل ما صار مألف الناس في كثير من الأماكن، المراقص وأماكن الفساد وأماكن اللهو، انت ذيك ما عليك منها، تجي إلى ضريح لا يتلى فيه إلا آيات الله ولا يذكر فيه إلا اسمه ولا يصلى إلا له ولا يدعى إلا هو، وتهدم هذه الأماكن علشان حديث أيضا ملتبس من كل الجهات. طيب، وأمثال ذلك مما ذكروه أيضا بعض الأحاديث اللي بنفس القيمة، لعن الله النصارى واليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. زين، إشكال اليهود والنصارى في اللعن أنهم اتخذوها مساجد، لو قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله، وعلى هالأساس يقدرون ويقدسون أنبياءهم، على هالأساس لاعتقادهم بأنهم أبناء الله، هذا هو عين الشرك، يستحقون اللعنة. واحد مؤمن مسلم متدين يتوجه إلى الكعبة ويصلي، ولكن إلى جانبه قبر ولي من أولياء الله، مؤمن من المؤمنين، نبي من الأنبياء، ما الضير في ذلك؟ بالعكس، إعمار قبورهم كما يقول رسول الله فيما نقله الإمامية عنه مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام، من عمر قبورهم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود في بناء بيت المقدس، لنفس الدور المشترك، للغاية الواحدة في جمع الناس إلى حياطة الله عز وجل وفي حيطته وضمن عبادته. فلذلك اعتمد أئمة الهدى وشيعتهم على هذا الأمر ودعوا إليه وشجعوا عليه، وفي المقابل سبحان الله، يعني التاريخ كأنما طريقان، طريق الطواغيت فراعنة الأمة كانت في طريق هدم القبور وتحطيم الأضرحة، متوكل العباسي وأمثاله. طيب، وطريق الصالحين والأولياء وعترة النبي هو في طريق إعمارها وإشادتها. زينب العقيلة سلام الله عليها أشارت إلى هذه الحقيقة بصفاء بصيرتها، قالت لقد أخذ الله للإمام زين العابدين، لقد أخذ الله العهد على أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، فراعنة هذه الأمة يعرفون أهل السهر والطرب والخمر وما شابه ذلك، ما يعرفون هذول الصالحين
عامري بيوت الله وعامري أضرحة أولياء الله، لقد أخذ الله العهد على أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في السماء، أنهم ينصبون لقبر أبيك بهذا الطف علما ويشيدون له قبرا، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة، هذول اللي يجرون وراء كل ناعق، أئمة الكفر من جهة ومعهم حطب جهنم أشياع الضلالة على محوه وتطميسه، يعني قبر الحسين عليه السلام، فلا يزداد إلا علوا ولا يزداد أثره إلا سموا، وهذا ما وجدناه ونجده في ذلك ما دامت قلوب المؤمنين تضج بالشوق إلى تلك المقابر والضرائح والمشاهد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. أول زائر من زوار الحسين كان جابر بن عبد الله الأنصاري، نعتقد بعد النبي وأئمة الهدى عليهم السلام وأمير المؤمنين وفاطمة، ذولاك في عوالمهم زاروا الحسين عليه السلام، لكن حديثنا عن العالم الخارجي ممن زار قبر الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري، لما وصل إليه اغتسل في الفرات وأفاض على نفسه شيئا من الطيب، ثم قال لعطية العوفي: يا عطية ألمسني قبر الحسين. جاء عطية ووضع يد جابر بن عبد الله على قبر الحسين، فاض فيه تيار الأسى ونادى من أعماق قبله: حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك بالجواب سيدي، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن حليف التقوى وسليل الهدى وابن فاطمة الزهراء وخامس أصحاب الكساء، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك. متى عهدك بزيارة الحسين؟ متى وضعت فمك مقبلا ضريح الحسين؟ نسأل الله أن يسهل لمن يسمع زيارته ومقصده: غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاكة في حياتك، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزي، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرى، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوان، وتقطيع جسمك بالثرى قطاع أمعانا، خيل وطت صدرك على حر الوطي، داسيت يا بن حيدر على قلوب المحبين، بقلوبنا نخليك
عارب غير تكفي وذبح الطفل ننسى هذا محال ولا ينسى ركوب الوديع على مطيع يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزو بس ما نوصلكم نعاين ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطام لصدور ونصير مثل الجلب لو فارق حميه وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.